خلونا نشغل حاجة. واو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق التكنولوجيا في كل مكان، دمتم يا رب بخير وسلام. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة مستر طاهر، ومنتج مميز جدا من شركة بيز، الا وهي الساوند بيت بتاعتهم، سبيكر بلوتوس عظيم قوي قوي لدرجة الرفاهية كده والجنان. تعالوا نتعرف على محتويات العلبة ونشوف فيها ايه ونرجع تاني. اول حاجة هتقابلك هنا هي السماعة نفسها بملمسها القماش وروشانتها، وهنتكلم عن كل ده في التصميم بالتفصيل. بعد كده بيتلاقي عندك كابل من نوع مايكرو اس بي 2، كان نفسي ان هو يجي من نوع سي طبعا، وعندنا بعد كده الكتيبات وشكرا على كده. تعالوا نتكلم عن التصميم بالتفصيل. الحقيقة اول ما تمسك الساوند بيت في ايديك هتلفت نظرك كليا، من اول تغليفة القماش الروشة قوي البريميوم قوي اللي معمول عليها، بأزرار التحكم في الصوت بالبلاي اند بوز الموجود هنا، بلوجو شركة بيز اللي الحقيقة محطوط بشكل كويس جدا، ما تحسش ان التقفيل رخيص خالص، وما ينفعش التقفيل يكون رخيص خالص في هذه السماعة بالذات، لان هي طبعا زي ما بقول لك جاية بمعيار IPX7 والمقاوم كلية للماء، وهنشوف بقى كل الحاجات دي مع بعض، اصبر بس. عندنا الحبل ده يعني اروش حاجة في السماعة الحقيقة، الحبل ده تقدر تعلقها في اي حاجة او تقدر تحطها كده في ايديك بسهولة، عشان لو انت مثلا بتعوم في مكان او حاجة ومعاك السماعة دي ما تروحش منك بعيد مع الطيار، كل ده برضو هم عاملين حسابه بلقطة روشة جدا جدا جدا. الحقيقة السماعة حجمها صغير جدا ووزنها خفيف جدا جدا، وعارف ان في ناس هتقلق من الحجم الصغير ده والوزن، تقول لك طب الصوت هيبقى عامل ازاي، هنشوف كل ده بالتفصيل بس عايزك تصبر عليا. وعندنا في الجنب زرار الباور وعندنا زرار المود، ومن تحت طبعا عندنا منفذ الشاحن وبيركب لها AUX، فيها منفذ للAUX، ودي حقيقة يعني الحقيقة بص الرابر اللي هنا كمان عشان IPX7 يمنع تسريب المياه تمام. الحقيقة السماعة متقفلة حلوة قوي، الكواليتي بيلدينج بتاعتها في منتهى النظافة والفخامة، ما عنديش عليها اي تعليق غير بيرفكت. وانا بقرأ عن مواصفات التصميم اكيد طبعا، وانت اول ما بتبص على العلبة بتلاقي معيار IPX7 هتتجنن طبعا وتجرب السماعة دي هتكون عاملة ازاي في المية. جبت بقى الادوات بتاعتي وعملت الحقيقة شغلة حلوة قوي كده، وقمت حاطط السماعة. السماعة دي بتطفو على الماء، عشان انت لو في بول مثلا، او ان انت في الجاكوزي بتاعك وعايز تحطها وهيجي عليها رذاذ مية او انها تقع منك في المية، مفيش اي خوف خالص، ودي كانت التجربة. خلونا نشغل حاجة. واو، هي اصلا معمولة عشان تطفو على المية، بس حتى لو غطست او جه عليها مية مفيش اي مشكلة ومفيش اي خوف خالص زي ما انتوا شايفين. هتشتغل اهي. زي الفل، حاجة كده عظمة. تجارب دي ما بعملهاش الا عشان انتوا غاليين عليا، فروحوا عليا بقى باللايك المتين واشتراك في القناة. انا الحقيقة مبسوط قوي ان انا عندي الساوند بيت من شركة بيز، لان الاستخدام بتاعها غير محدود تماما، تقدر تاخدها معاك بحر، بسين، جاكوزي، ساونا، اي حاجة السماعة هتسد معاك زي ما انت شفت في تجربة الووتر بروف والووتر ريزيستنس. نيجي بقى للتوصيل. السماعة هنا بتتوصل بالموبايل عن طريق البلوتوث، وبتدعم خاصية الدول لينك، يعني تقدر توصل سماعتين في نفس الوقت بجهاز واحد، ودي ميزة رهيبة جدا عشان الناس اللي بتحب تعمل استوديو بهذه السماعة هتجيبك طبعا. اما عن الصوت، الحقيقة الصوت فاجئني لدرجة انت مش متخيلها. السماعة دي صوتها برغم حجمها الصغير، تعالوا ما تشوف حجمها كده تقول ايه يا عم الميدالية اللي انت جايبها دي وبتاع، ولكن بهذا الحجم الصغير الا انك هتاخد صوت عالي جدا، وحطها بين قوسين وثقة عالي جدا نقي جدا. البيز هنا من اقوى البيز اللي انت ممكن تسمعه في سماعة بلوتوث صغيرة وبهذا النقاء الشديد. Below. I see fire burning, but I close my eyes.
عندنا هنا بطارية 800 ملي أمبير هتصمد معاك 8 ساعات استخدام متواصل، ولو على الاستخدام العادي شركة بيز بتقول لك انها تقعد معاك 3 ايام مرتاحين. مش ناسيك يا صاحبي، في صندوق الوصف هتلاقي كود خصم 20% لو رحت تشتري هذه السماعة من اللينك اللي انا هسيبه لك. بس كده، دي كانت كل حاجة عن الساوند بيت من شركة بيز. اي حاجة سيبها لي في كومنت هرد عليك فيها. ما تنساش تروق عليها بلايكك المتين، اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان تتابع مني كل جديد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.